أفرجت المديرية العامة لبريد الجزائر عن مشروع يتضمن ترقية سعات البريد خاصة في الشق المهني من أجل مواكبة التطور التكنولوجي وسرعة المعلومات. المشروع هذا تضمن إنشاء مدرسة تكوين خاصة لسعات البريد، يشترط في سعي البريد أن يكون متحصل على شهادة ليسانس. هذا ما أكدته نجاة مديرة التسويق والشؤون التجارية بالمديرية العامة لبريد الجزائر في ميكروفون هشام شريف. نحافظ على مهنة ساعي البريد بالمقابل بشكل متطور. عندنا مشروع باش نطوروا هذه المهنة، عندنا مشروع باش pour valoriser le facteur، باش الفاكتور تكون عنده plus d'avantage. هذا المشروع الجديد يتمثل في واش؟ عندنا لو فاكتور، الفاكتور اللي راح يكون وليد الجزائر، وليدنا متخرج من الجامعات، قادر يكون عنده باك بلس 4 اون سيونس كوميرسيال.